بس ايش يا كده يا امي؟ ايه رايك؟ بس مش اشيك منك. ايش يا كده؟ ولا صورك. ايش يا كده يا امي؟ ولا صور الشيك بتاعتك. ايش يا كده؟ لا لا مش اشيك منك برضه. طب هقول لك حاجه. قول. انت شكلك بتعرف تتعامل مع انتقادات الناس كويس، يعني برافو عليك، انا بحسدك على الحته دي. يعني في ناس بتضايقها جدا الكومنتس، وبتضايقها جدا الانتقادات اللي الناس بتكتبها على السوشيال ميديا. ناس بتنتقد ان انت مثلا بتلبس اكسسوارز، انت لابس النهارده اكسسوارز. الناس بتنتقد فيك. طيب ده شيء انت اللي تقول، والجمهور هو اللي يقول. انت شايف الموضوع ده ازاي؟ شايف عادي انه انت تلبس اكسسوارز؟ فين المشكله يعني؟ فانت هيقولوا ايه؟ لابس سلسله يعني؟ بتقابل الانتقادات تقول له لابس سلسله، لابس حلقه. محمد رمزي كان لابس، انت شايفين لابس حلقه دلوقتي؟ لا بس ساعات كنت بتلبس عادي. مش خارم ودني اصلا. بترد عليهم بتقول مش خارم ودني اصلا. مش خارم ودنك. كنت بتحطه ازاي؟ ما كده لازم خلاص بيلزق. لا يعني بترد على الناس اللي بتنتقدك ازاي؟ الاول كنت بقص هرد على مين ولا مين ولا مين؟ ده انا ساعات بخش اشوف حاجات بشعه. بتضايق اكيد. لا والناس ايه بقى ما شاء الله. والله العظيم بتبسط. الناس ظلمك؟ بتبسط. الناس ظلمك؟ الناس بقت ظلمه كل الناس. هو انا بس الناس بتشتم فيا يا اميره؟ الناس بتشتم اكبر حد الاصغر حد. ليه الناس بقت تعمل كده على السوشيال ميديا تفتكر؟ ليه بقى فيه هجوم كبير على كل الناس او معظم الناس على السوشيال ميديا؟ هي حاجه نفسيه. ايه بقى؟ ايه النفسي اللي بيحصل؟ هو يمكن عشان اتشال الحاجز ما بين الفنان والجمهور. فهو خلاص احنا انا بشتم الفنان. انا هشتم الفنان. يحس بنفسه. شتمت الفنان النهارده. هو شتمته فيحس بنفسه يعني. انت ورا موبايل في الاخر تقدر تعمل كده قدامي؟ لو عمل كده قدامك هتعمل ايه؟ ولا حد شيء يقدر يعمل كده. لو حد جه انتقدك في وشك او قال لك الكلام اللي بيقوله على السوشيال ميديا في وشك، وانت مالك؟ ولا هرد عليه اصلا. هوا. لا انا في الحاجات دي عاجبك وانت ما انت مين؟ يتكلم باحترام وادب، يتنتقد بادب مثلا، ولا والله يا شادي مثلا احنا شايفينك، تصدق لو عملت كده يبقى احلى. ففي ناس ممكن تحرجك بذوقها. لكن الهجوم وده انت ما تعرفش رد فعل يكون عامل ازاي. بس انا بص، انا جيت قلت لك في اول قعده، الاحترام في اي حاجه بقى، بين راجل وست، بين راجل وابنه، بين واحد مع جيرانه، مع السكيورتي، مع السايس، الاحترام. راح الاحترام، كل سنه وانت طيب.